Hello everyone, welcome back. ورجعنا تاني يا ولاد بعد الفاصل مع مسألة جميلة جميلة جميلة. المسألة بتقول يقود شخص سيارة بسرعة منتظمة مقدارها 30 متر حسن على الثانية، وفجأة رأى طفلا يركض في الشارع، فإذا كان زمن الاستجابة اللازم ليضغط على الخراب انهار نص ثانية، فتبطأت السيارة بعجلة منتظمة مقدارها 9 متر على الثانية تربيع حتى توقفت. ما الإزاحة الكلية التي قطعتها السيارة قبل أن تقف؟ اوكي، يبقى هنا يا شباب بمنتهى البساطة أنا معايا عربية بالشكل ده، ولقيت طفل يركض في الشارع كده بيعدي الطريق من غير ما ياخد لباله. فأنا طبعا مستر واجي واقف هنا اهو في العربية طبعا جوه الكرسي، صح؟ فبديهيا انا فوجئت بيه، ففي رد فعل، صح؟ رد ايه فعل؟ انا كنت ماشي بسرعه كام يا اولاد؟ كنت ماشي بسرعه ثابته بكام؟ 30 متر على الثانيه. اول ما خدت البالي من الراجل ده او من الولد اللي بيعدي، رحت ايه؟ هطرف فرامل، بس في الاول في زمن استجابه ريفليكشن اكشن، الفعل المنعكس، تمام؟ مفاجأة. خدت زمن فيها كام دي؟ فعل منعكس. قال لي نص ثانية. نص ايه؟ نص ثانية. يبقى هل كانت بتتحرك او ما كانتش بتتحرك؟ كانت بتتحرك العربية. فطبعا خدت زمن نص ثانية، فالعربية وصلت هنا اهو. بعد كده بدأ ادوس على مين؟ على الفرامل، تمام؟ بدأت ادوس على ايه؟ على الفرامل. فالاكسلريشن اللي هي بتاعت الفرامل قايل بكام؟ 9 متر على الثانية تربيع. 9 متر على الثانية ايه؟ تربيع. هنا نعتبر ان الفي فاينل او الفي انيشال اصلا برضه ماشية ب 30، ان في الاول خدت نص ايه؟ نص ثانية، فيعتبر السرعة الابتدائية برضه 30 لحد ما تتوقف تماما. العربية هتتوقف تماما قبل ما اخبط الطالب ده او الطفل اللي بيمشي بيعدي ساب ايد مامته وايه وجه في وشي، صح؟ تمام. في الجزء الاول يا شباب هنا اهو، هنا اهو انا مش هستخدم معادلات الحركة. وما هتستخدم ايه؟ طالما ماشي بسرعة ثابتة يبقى هستخدم ايه؟ سرعة تساوي مسافة على زمن. ايه السرعة تساوي مسافة على زمن؟ يبقى المسافة الأولانية من هنا لحد هنا اهو هتساوي السرعة في الزمن. السرعة كانت كام؟ ماشي ب 30 متر على الثانية، والزمن كان نص ثانية اللي هو زمن الاستجابة للمخ نفسه، فتطلع المسافة 15 متر. أركنها على جنب ال 15 متر. بعد كده تباطأت السيارة، كده أنا استخدمت الفرامل، فالعجلة تبقى بالسالب، برافو. والفي انيشال بكام؟ بصفر. طب الفي فاينل؟ بصفر حتى تتوقف، تمام؟ طب المسافة نفسها هستخدم أي معادلة من معادلات الحركة؟ طالما عندي إيه؟ عندي سرعة، عندي مسافة عايزها؟ أنت عايز مسافة بس ما عندكش زمن، صح؟ يبقى التانية لأ. يبقى نستخدم المعادلة التالتة، فيها برضه مسافة. وأنت السرعة ابتدائية؟ أه. بكام السرعة ابتدائية؟ ب 30 متر على الثانية. طب السرعة النهائية؟ بصفر. يبقى إحنا بنستخدم المعادلة التالتة اللي هي بتقول إيه؟ في فاينل تربيع يساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي دي، ودي دي هسميها تي 2. الفي انيشال بزيرو طارت، الفي انيشال تربيع 30 تربيع زائد 2، والعجله بناقص 9، ودي 2 اهي. يبقى انا هنا ها المقدار ده وديه الناحيه الثانيه ناحيه الصفر، يبقى عندي 2 في 9 ب 18، بالسالب تروح بالموجب، يبقى 18 دي 2، 18 دي 2 يساوي كام؟ 30 تربيع. 30 ايه؟ تربيع. يبقى دي 2 بتساوي 30 تربيع على كام؟ على 18. بالآلة هتطلع كام؟ 900 على 18 فيها 50 متر.
طب الإزاحة الكلية تساوي كام يا أولاد؟ بتساوي دي الأولانية زائد دي التانية، دي الأولانية ب15 ودي التانية ب50، وتطلع المسافة أو الإزاحة الكلية 65 مترا. ونشوفكم يا شباب بعد الفاصل، تابعونا. Thank you for watching this. كنتم مع مستر وجيه المصري، تابعونا.